السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا بكم في النشاه الرياضيه. وصل فريق المحرق ممثل الكره البحرينيه انتصاراته ضمن بطوله كاس الاتحاد الاسيوي لكره القدم بفوزه على مضيفه الجيش السوري بهدفين دون مقابل ضمن مباريات المرحله الرابعه لمنافسه المجموعه الرابعه. ليتأهل بذلك فريق المحرق رسميا للدور القادم بعد ان رفع رصيده الى 12 نقطه.